ليس هناك أجمل من افتتاح حلقتنا ويا المشاهدين بمقطوعة من موسيقاك الجميلة والرائعة الدكتور على ياسين، منورنا في برنامج بيت للكل. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، افتتاح الحلقة كان بلغة الموسيقى، لغة الشعوب الواحدة. دكتور، نتحدث عن هذه اللغة الجميلة، ما يحتاج لها مترجم خالص، كل البلدان تفهمها، لكن نريد نميز اليوم بين الموسيقى العربية والموسيقى العالمية، ما هو الاختلاف بينهم؟ هو أنا طبعا سعيد أن أنا موجود في وسط حضراتكم، ده أول حاجة. يعني السؤال اللي حضرتك طرحته ده هو سؤال محتاج كلام كتير، ولكن أنا هلخص الموضوع في نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولية أن الموسيقى العربية لها ثقافتها وليها أسلوبها وليها طبيعتها، والموسيقى العالمية أيضا لها نفس الموضوع. أنا بصفتي كأستاذ أصلا أستاذ بيانو في جامعة عين شمس، أنا واخد الكارير بتاع الجامعة والتعليم وفي نفس الوقت الكارير الفني، فده أتاح لي الفرصة للتعرف على الموسيقى العالمية عن قرب، سواء كان سوناتات، مقطوعات، سيمفونيات، أوبرا، كل ده. وفي مجال عملي بتعرض للموسيقى العربية بجميع ألوانها وبجميع أشكالها وبجميع الثقافات اللي موجودة مع جميع المطربين اللي أنا تشرفت أن أنا كنت معاهم كمايسترو أو كعازف. فبالتالي في الآخر حضرتك هتلاقي أن هناك توافق أو هناك صلة، أو زي يعني علشان يبقى الموضوع مظبوط قوي، في تلاحم بيحصل، ما كانش بيحصل زمان بس هو بيحصل في حوالي 20 سنة اللي فاتوا أو من قبل كده. إحنا لو نفتكر الأستاذ محمد عبد الوهاب لما استخدم الإيقاعات الغربية، يعني أول واحد استخدم إيقاع التانجو مثلا، التانجو ده أصلا لاتن طبعا، فهو خد إيقاع التانجو وعمل في إيقاع البوسانوفا برضو كان لاتن وعمله الرومبا. قصدي أقول إن الموسيقى العالمية أو شكل من أشكال الموسيقى العالمية ابتدت تخش في الموسيقى العربية، صارت مزيج وابتدت عملوا منها مزيج. وعلى فكرة والعكس دلوقتي حاصل، بياخدوا مننا الألحان وبياخدوا مننا بعض الجمل اللي هي بتبقى جمل زي ما نقول جمل براند مثلا، هم برضو بيستخدموها. أصبح النهاردة في التفاعل ده، وده هيخليني أسألك دكتور علاء السؤال التاني برضو. زي ما حضرتك قلت، احنا بقينا نشوف برضو موسيقيين عالميين بيستخدموا الآلات الشرقية، يعني بقينا نسمع بيستخدموا العود، بيحطوه، بيستخدموا آلات، بيستخدموا القانون، بيستخدموا الإيقاعات بشكل كده. فالتغير اللي بقى حاصل في الموسيقى بشكل عام خلى المساحة أوسع بشكل كبير. كمان الأحلى هي العودة بقوة للتأليف الموسيقي، لأن بدأت الناس دلوقتي تحب تسمع موسيقى مش بس تسمع غنى. وده طبعا شيء يعني اللي يعني قصدي أقول، عايز أقول هنا نقطة مهمة جدا. الناس عشان تسمع موسيقى بحتة ده كان شيء صعب شوية، إن يروح حفلة يسمع موسيقى بس. طبعا عندنا موسيقيين على أعلى مستوى، فنان كبير أستاذ عمر خيرت طبعا عمل البذرة ديت من خلال ايه؟ ما هو كان في باك جراوند الاول، ان الموسيقى دي اوريدي الناس سمعاها يا اما في تتر مسلسل او تتر فيلم او اغنية او فابتدوا الناس لما تيجي تروح الحفلة علشان تستمع، يا بتستمع لحاجة اوريدي هي حافظها وعارفاها. الصعوبة فين؟ الصعوبة ما واحد زي مثلا جيت عشان اعمل اول حفلة لموسيقى بس زي اللي حضراتكم سمعتوها، وفي موسيقى تانية هنسمعها، عامل مثلا 7 أو 8 أو 9 مقطوعات. أنا اتفاجئت وأنا بعمل الحفلة، أنا بعمل الحفلة ومش عارف إيه اللي هيحصل، وفي نفس الوقت ده بالصدفة البحتة أنا منقي يوم في الأوبرا ما يكونش في حد في الأوبرا، ما هو أنا عايز الناس تيجي. في نفس الوقت بعد شهر أو شهرين وخلاص الدنيا تمام، الفنان الكبير عمر خيرت عمل حفلة في نفس الوقت على المسرح الكبير وانا كنت على المسرح الصغير. قلت بس ده كده الدنيا ايه؟ اتفاجئت، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي ما كنتش متوقعها، ان المسرح عندي كان مليان. طب هم الاسم عارفين الراجل ده مايسترو، او ده كاسما فقط كمايسترو بيشغل ناس كتير والناس جات لي حفلات كتير، بس ان هم يجوا يسمعوا مزيكا هم مش عارفينها، هي دي كانت المفاجاه اللي مدام شافكي اشارت اليها. طبعا بعد الحفله
الناس مبسوطة جدا، وموسيقى هي مش عارفينها خالص ولا سمعوها. ده شجعني ان انا اعمل حفلة واتنين. ده الإجابة البسيطة اللي مدام شافكي قالته، ان الناس دلوقتي بقت تحب تسمع الموسيقى بس. صحيح. لان هي بتنقلها من الى، من صحيح. حالة الى حالة. صح. دكتور علاء، يعني كلامك شدني لحتى أسأل هذا السؤال. طبيعة الجمهور اللي كان بيحضر في هاي الحفلة، ويعني من خلال هذا السؤال خليني أسأل، الحفلة هي كانت بوابة الجمهور للفنان وبوابة الجمهور لضابط الإيقاع أو المايسترو. اليوم صرنا نشوف السوشيال ميديا كمان، الجمهور اتسع أكثر والوسائل الوصول لهذا الجمهور اتسعت أكثر. رأيك هذا أثر سلبا ولا إيجابا على الفن؟ لا طبعا أثر إيجابا. يعني أنا النهاردة لما هعمل الموسيقى بتاعتي في المسرح في 400 شخص موجود، أو حتى لو عملتها المسرح الكبير في 1200 واحد. النهاردة بتعمل، لو حتى كنت بعمل الموسيقى بتاعتي مع وأنا بصاحب حد في مهرجان القلعة مثلا في 5-6 آلاف، إنما حضرتك على السوشيال ميديا أنا بسمع أرقام مش طبيعية. صح. فتخيل لو أنا الموسيقى دي الناس اللي على السوشيال ميديا سمعوها، طبعا ده أكيد عامل يعني جذب فرق إيجابي كبير. صح. ساعات بيحصل من وراء الكلام ده حاجات سلبية، بس قصاد إن الانتشار بتاع الفن الراقي والفن المحترم الناس بتجري وراه، وده أنا دي حاجة يعني متأكد منها. لأن حضرتك لو نشوف الـ 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 على الساحة دلوقتي وحضرتك بتتفرج على البرامج والتلفزيون والحفلات، كل الناس اللي موجودة حابة تسمع فن. صح. غلط جدا ان الناس تقول اصل هو بقى الناس ذوقها كده، خالص على فكرة. صح. ما خالص. نعم. الذوق ده على فكرة هو ما بقولش ان حاجة وحشة او حاجة حلوة، ولكن انا بأؤكد ان الذوق الرفيع والفن المحترم والناس اللي بتغني والناس اللي بتحترم الفن والموسيقى. صح. الناس بتحبهم بشكل غير طبيعي. صح. ومتجاوبين معهم بشكل. صح. غير. نعم. طبيعي. موجودين يعني موجودين بدون نقاش لكل موسيقى ولكل فن في أشخاص متابعين وذوقهم من ذوق الموسيقي. ولكن لما بنحكي اليوم عن الموسيقى تحديدا واختلاف الموسيقى على مر الزمان، احنا عم نحكي حتى الأغاني عم تتغير في الوقت الحالي. أصبحت أغاني سريعة، أصبحت أغاني مختلفة ومصطلحاتها حتى أخف. ولكن هل تأثرت الموسيقى مع مر الزمان؟ المنافسة اختلفت، نوع الموسيقى المقدم أو حتى الآلات؟ دول 6 أسئلة ببعض. نعم. بس مش مشكلة زي بعض، بس هم اختلاف الموسيقى بشكل عام. هو الفكرة ببساطة إحنا الإيقاع بتاعنا أصبح إيقاع سريع. نعم. فأنا ما ينفعش النهاردة إن أنا آجي هعمل أغنية تزيد عن 3 أو 4 دقايق، لأنه هو المستمع ده لو سمعهم يبقى تمام، يبقى حاجة جميلة. وفي نفس الوقت، ما هو ده اللي أنا لسه بقوله لحضرتك من شوية، في نفس الوقت وهم بيسمعوا السريع ده لازم تلاقيهم في وقت معين هم عايزين يسمعوا الطويل والأغاني العريقة و و و ولكن بدون نقاش الموضوع بقى أسرع، الموضوع بقى أكثر علما. يعني ما هو احنا النهاردة التوزيع الموسيقي والآلات الموسيقية المتعددة اللي موجودة في الفرق أو اللي موجودة في التسجيلات هي طبعا دلوقتي تطورت، وإحنا النهاردة بنسمع أصوات تقولي هو الصوت ده جاي من ده، الصوت ده جاي من السماء ولا إيه، وإحنا بنسمع يعني. صح. مؤثرات الصوتية اللي هي بتبقى موجودة داخل الأغنية أصلا حضرتك يعني بتبص تلاقيها متعددة، فده التطور الطبيعي. صح. اللي هو لازم هيحصل. ومش معناه إنه وحش، ده حاجة كويسة جدا. وإحنا بنستخدمه، بس انت هنا حضرتك قلت اسلوب، انا هستخدم ده ازاي وهو ده واحد بيستخدمه تاني ازاي.